شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، نقرأ فاتحة الكتاب إلى روح أرواح أشياخنا. توفي في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم يوم السبت 12 ربيع 1433 1412 نعم 2012 نعم توفي في مثل هذا اليوم، يوم السبت 12 ربيع رحمه الله رضي الله عنه. شيخ حمدي يوم الجمعة و11 ربيع توفي بعده بسنتين. فاتحة إلى أرواحهم أجمعين. ذلك إن شاء الله بعد نهاية الدرس نصلي صلاة الضحى إن شاء الله تعالى، ونتبرك بالأثر الشريف إن شاء الله. أثر الشريف، هذا الأثر بأروح أسألني سؤالا فلم أرد عليه، اللي هذا إلك ليس لي، هذا أثر في الجامع الأموي مئات السنين موثق، وكانت السلاطين تستلمه. الله أكبر عليك، فيه النور كله في سند. نعم الجامع الأموي منذ عمر طويل. نعم، فإن شاء الله تعالى أقول هذا لأنبه بعض الناس ربما الآن يخرج ثم يقول أنتم ما أخبرتمونا. لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. إن شاء الله بإذن الله بعد الدرس نصلي الضحى، ثم ربي يشرفنا بهذا إن شاء الله تعالى. نعم يا سيدي، والصحابة الكرام كانوا يتبركون. يعني إياك، أنا أنصح نفسي وإياكم، لا تسمعوا يا جماعة، لا تنظروا إلى وجوه هؤلاء الأجلاف، لا تفتحوا محطاتهم. والله من خذلان الله لك إن أحب قلبك واحدا من هؤلاء الأجلاف الذين يعادون الأولياء وهم أفاكون، ينكرون أشياء ثابتة في الأحاديث. يريد أن ينكر المولد، المولد في بلادنا تلاوة قرآن وصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وإطعام طعام وبذل ومدح النبي عليه السلام ودرس علم. أين البدعة في ذلك؟ هم بدعة ظهروا في آخر الزمان، بدعة ضلالة، يدعون إلى القطيعة والعياذ بالله. لا تلتفت إليهم. فالصحابة الكرام تبر، كل هذا ثابت، قرأت لكم مرات. الصحابة الكرام تبركوا بشعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنخامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخامته ما كانت تسقط على الأرض، وضوءه ما كان عندما يتوضأ الماء الذي يتوضأ به ما كان يسقط على الأرض، يأخذه الصحابة في حجة الوداع لما حلق شعره. الصحابة الكرام أخذوا هذا وتبركوا به. سيدنا خالد بن الوليد وضع هذا في خوذته. فقدها في معركة من المعركة، يبحث، قال نأتيك بغيرها، قال فيها شعر من ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خط معركة إلا ونصرني الله. تبركوا بآثاره، بدمه صلى الله عليه وسلم، بعصابه، بثوبه صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثابت الآن، ارجع إلى كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة، كل واحدة ومعها إيه؟ طب ما بال هؤلاء ينكرون؟ جاهلون هؤلاء، هؤلاء جاهلون. الذي يروي لنا هذا يحفظ 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي الإمام الحجة شيخ عبد الله سراج الدين، تسمع إلى لكع ابن لكع جهول ما يحسن قراءة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تسمع منه؟ عجب عجب، الله أعمى قلوبهم هؤلاء. قراءة ما يحسنون قراءة أبدا. والله أنا سمعت عدة خطب منهم، لك ما يحسن، لك يا أبا حفص المرفوع المنصوب ما يحسن، تخبيص قلب معمي، ما يفهم، ربي أعمى على قلبه بهذا الغل الذي في قلبه والوقاحة التي في قلبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. له بدعة، ويريد أن ينهى من وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الشباك يقول له أشركته. الله أشرك، هذا أشرك، هذا أشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عن سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري. نعم، قال رأى مرة امرأة تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصرية صعيدية سمينة طويلة، وجاء عسكري صعلوك مثل ما بقول الشوام زمك قصيرة، قال له شرك شرك،
قال والله أخذته المرأة وضعت يده هيك هكذا مخوني وينعوش على تضرب رأسه. قالت له أنا جاي أبوس صلعتك هون، أنا جاي أقبل صلعتك هون. قل لها شرك يا 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 يا, يا أحمق، قل لها شرك. هؤلاء دأبهم دأبهم إخراج من داخل دائرة الإسلام، بيطالعوا من الدين مع الكفر وفسق، وجاءوا إلى بلادنا بعثوا عصابات ذبحت أهل بلادنا. اليهود جابوا المعززين مكرمين، هذا اليهودي جاء إلى بلادهم وبعثوا إلى بلادنا مدفع الفيل وقتلوا بلادنا وفجروا قبور الصحابة الكرام. تخليطات. كن يا مسلم كيسا فطنا، مو كيس قطن مثل ما قرأ الأحمق المؤمن، كيس قطن مو كيس، كيس مو قطن، فطن كيس فطن مو كيس قطن. اللهم ردنا إلى دينا ردا جميلا. فلا تسمع منهم ولا لا تنظر إليهم ولا تفتح الآن مواقعهم، وإن أخذوهم يعني أخذين الشيء الكثير معهم مال، لكن نسأل الله الحفظ والسلام. أبدا، أنا كنت يعني أقول هذا من قديم، ولكن والله وثق لي هذا الكلام رجل لا أذكر اسمه حتى لا يؤذوه، واحد من كبار العلماء وأئمة العلم والتفسير والحديث والمحققين، قال لي هذا. أبدا، ساوموه على أن ينافق معهم، قالوا إن قلت الحق معنا في كل ما نكتب نمدد لك الوظيفة وإلا فلا. قال لا والله أنا مع الحق حيث دار، فعزلوه عن الوظيفة، لكن رياض رب العزة وجل عوض عليه أضعاف وضعف. واحد ما أذكر اسمه يعني، ربما إن شاء الله الله يطول بعمره، لكن في حياتي ما أذكر لأنهم يؤذونه. هو قال لي هذا، ومن الذي يساومه؟ مو العامة، كبارهم يعني يسمون أنفسهم كبار العلماء، مدد لك الوظيفة بس كل شيء بنكتبه احنا حق. قال له لا والله. قال له كيف أنت يعني ما توافق تكتب ملاحظات على كتبنا؟ واحد منهم قال له أنت لست لنا ولكن الله حاجنا إليك، جبل العلم. فما كان ينشرون كتابا إلا بعد أن يوقع عليه هو، فجابوا له مجموعة كتب طلعوا 14 ملاحظة عليه. قال له كيف أنت تعلق على كتبنا؟ قال هل استطاع واحد منكم أن يرد مسألة من المسائل التي أنا كتبتها؟ فسكت. في كذب يعني، في تخليط، لكن الناس ساكتة خايفين منه، عاجوا خايفين منه. والله عجبنا عنه، ما بدنا ننتصر للحق والله. يوم قيامة سوف نسأل. طب ما تكون عندنا رحمة بهذه الأمة؟